اتكلم عن الملف الاقتصادي على وجه الخصوص لابد ان يكون في عناصر موجوده وانا اتكلم عن الملف الاقتصادي. مفيش حد كشكول، مفيش حد فاهم في كل حاجه، في ناس متخصصه انا ممكن استعين بيها، في خبراء، في علم موجود، في بيانات موجوده ومتداوله، في جهات موجوده، لابد ان انا اقف على هذه البيانات. يعني ما ينفعش لما اتكلم في الملف الاقتصادي اعمل موضوع انشا، موضوع تعبير، واقول ان المفروض يحصل كذا ومفروض، لا، انت في عندك بيانات، في عندك تحديات موجوده، بناء على هذه المعلومات وبناء على هذه التحديات انت بين شيء من ثلاثه، ليس لك لهم رابع. يا اما لان الحكومه القائمه او السلطه القائمه وضعت حلول اقتصاديه موجوده، انت انما احتمال تكون مؤيد لهذه السياسات او تكون مضيفا لها، مؤيدا لها اجمالا وتريد تجويدها، او تكون رافضا لها، والثلاثة مقبولين. صحيح. اللي انا اكون ده او ده او ده، بس حينما اكون رافضا اكون معايا البديل، معايا البديل الموجود، البديل في خلال التحديات وخلال المعلومات وخلال العلم، مش كلام نظري على اطلاقه. فالمدارس الاقتصادية كتيرة جدا، واي حل اقتصادي له فواتير. انا اكيد من ضمن الملفات الاقتصاديه الاصلاح الاقتصادي، اللي هو اعتقد يعني اكتر شيء بيعاني منه المواطن المصري، لان الاصلاح الاقتصادي تبعاته هتعود على جميع المواطنين، جميع الفئات، الطبقه الغنيه والطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره، فالناس كلها هتعاني. طيب ضريبه الاصلاح الاقتصادي، انت بتشتكي ان الناس، والناس فعلا الناس تعبانه، والناس في ناس بتأنه، طيب ايه الاصلاح الاقتصادي ده؟ هل هو حاجه رفاهيه بيقوم بها رئيس الجمهوريه، ولا او بتقوم بها السلطه، بلاش نقول رئيس الجمهوريه، يعني الحكومه موجوده بتقوم بخطوات عديده في الاصلاح الاقتصادي. هل لازم نتفق ان هذا الاصلاح اصلاح اقتصادي حتمي والزامي، وهو ليس ناتجا عن اجراءات في من 2011 ل 2022؟ لا، انت الاصلاح الاقتصادي ده ملف موجود بتعاني منه من مراحل رئاسيه او من في عصور رئاسيه سابقه. صحيح. واخد بال حضرتك؟ فانت بتعمل عمليه اصلاح او بتقوم بعمليه اصلاح، اكيد المواطن هي اصبحت وصلت لمرحله الحتميه والالزاميه ان يكون هناك اصلاحا اقتصاديا، والاصلاح ده عليه فواتير. انت شايف الفواتير دي احنا ممكن نتلاشاها؟ طيب قول لي ايه البديل اللي انا اعمل بيه الاصلاح الاقتصادي تقلل هذه الاضرار، او والله لو افضل انك انت يكون عندك حلول اؤدي بها هذا الاصلاح او اقوم بهذا الاصلاح دون فواتير او دون تحمل المواطن. صحيح. صحيح. ده حاجه جميله مقبوله، بس زي بقول لحضرتك ان اهم حاجه حينما تقدم حلولا تكون قابله للتطبيق في ظل المعطيات الموجوده. المعطيات اللي موجوده، ما تجيش تقول لي حاجه يعني غير ممكنه. صحيح. وحاجه ما عندكش، يعني احنا بنتكلم على موارد الدوله، طب انا عندي موارد قد كده، عندي عجز في الموازنه، انا بقى عندي سبل لسد هذا العجز. انت عندك حاجة افضل تحقق رفاهية اكتر للمواطن، تحقق حل اسرع، حل امن، تفضل قول. صحيح. وده الغرض من الحوار، لان انا رجعت او ذكرت في اول الكلام ان قضايا الوطن، قضايا الوطن متعددة. الملف الاقتصادي ده فيه ملفات كتيرة جدا، ولذلك انا بقول ان يعني ده فعلا من اخطر الملفات واهم الملفات اللي هي بتيجي على بال اي مواطن. يعني ممكن المواطن يقول لك انا اصلاح التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي، انا يا عم انا مالي، لكن لازم يبقى فيه يعني ننزل القضايا اللي هي بتمس المواطن مباشره. خليني الحاجه الثالثه اكمل بس، لان هم انا خلي التحول الديمقراطي، الملف الاقتصادي اكيد، الملف الاجتماعي والعداله الاجتماعيه. تمام. السياسه الخارجيه للدولة المصرية سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، لأن فيها مشاكل كتيرة جدا، فيها سد النهضة، فيها الحرب الروسية الأوكرانية، فيها الأزمة الأمن الغذائي اللي موجود. ولازم أنا أراعي دائما أن موقع الدولة المصرية أصبح، كنا احنا دايما نقوله أن الشرق يعني الحدود اللي موجوده الشرقيه والحدود الغربيه والحدود لا، ده انت كمان دلوقتي بقى الحدود الشماليه كمان عندك قضيه الغاز، واخد بال حضرتك؟ ففي قضايا يعني دوليه كبيره جدا موجوده، عندك حلول
افضل لان مصر تستعيد سيادتها اللي كانت موجوده في الدوله في المنطقه في الاقليم او الناحيه الدوليه. اتفضل قول اللي مش عاجبك. الحاجه الاخيره بقى اللي انت حضرتك سالتني عليها وقلت لي المدونه الاخلاقيه وهي مساله الوعي. مساله الوعي دي قضيه مهمه جدا، لان لن يكون هناك تحول اصلاح سياسي او تحول ديمقراطي دون ان يكون هناك وعي للمواطن، وعي للناخب، وعي للمرشح نفسه، للنواب. موضوع الوعي ده مهم جدا. وبعدين مين اللي هيصنع الوعي؟ اللي هيصنع الوعي التعليم، وزارة التعليم يصنع الوعي، المؤسسات الدينية اللي موجودة بيصنع الوعي، الإعلام يصنع الوعي، دور الأحزاب نفسه. فمسألة الوعي قضية، دي قضية مهمة جدا. ويعني أنا ما ينفعش أجي أختزل هذه القضية في يعني فرعيات أو فروع بسيطة جدا، لا دي أوسع من ذلك، لأن مفيش حاجة هتحصل خالص في الدولة. أو أكبر منشط لتقدم الدولة المصرية واللي احنا نقوله بناء مصر الجديدة اللي أنا أبتدي فيه بناء وعي حقيقي لدى المجتمع المصري. وأنا بقول المجتمع بيبدأ من خلاص، لازم يكون عندنا سياسة واضحة جدا ل يعني خلق أو إيجاد الوعي الذي يستطيع أن هو يتعامل مع معطيات الدولة الجديدة في المجتمع المصري. حد حضرتك مثال واختم الكلام، مثال بسيط جدا يعني. يجي مثلا الناس، وانا بسمع الكلام ده جدا وحضرتك سمعته وكل الناس سمعته، تيجي تقول والله ده في انجاز كبير جدا في بناء الطرق والكباري وبتاع، بيحصل تيجي تلاقي واحد يقول لك ايه، طب احنا الناس هتاكل اسفلت؟ ده وعي. ليه بقى حضرتك النهارده فين بقى دور الناس اللي تبين ليه هو الرئيس بيعمل كده، ومن المستفيد من هذه الطرق وهذه الكباري اللي عماله تتعمل؟ هي دي مش موجوده عشان جلب استثمار موجود، لازم اهيئ له جو. طب الاستثمار ده هيعود على مين؟ هو في مدرسه بتقول لك يعني هل احنا هنمشي في حياتنا كلها عايشني النهارده وموتني بكره؟ لا، ما في اجيال جايه، مش في اولادنا واحفادنا واجيال جايه موجوده لها حق في موارد الدوله، لها حق في ان هي تيجي تحيا حياه طبيعيه وحياه سليمه. فالمسألة يعني ده كله متعلقة بقضايا الوعي نفسه اللي أنا شايف حقيقة يعني إن في تقصير كبير.